حل جون كيري كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية هذا المساء بمطار الرباط سلا في زيارة لبلادنا تستغرق يومين، يرأس خلالها إلى جانب وزير شؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن تحت شعار تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين. انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بعد تلك التي انعقدت في 13 شتنبر 2012 بالولايات المتحدة يعكس مستوى العلاقات المتميزة ومتانة الصداقة العريقة التي جمعت دوما بين الرباط وواشنطن اللذين يتقاسمان القيم نفسها والمصالح المشتركة ذاتها وفق رؤية واضحة. تقرير في الموضوع لرشيدك. بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية إرادة مشتركة لبحث آفاق أوسع للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، فالمغرب يدعم مبادرات واشنطن في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي عبر العالم وتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وإفريقيا. الولايات المتحدة الأمريكية بدورها تدعم الإصلاحات الديمقراطية التي انخرطت فيها المملكة، فالزيارة الملكية الأخيرة لواشنطن جاءت لتعطي لهذه الشراكة دفعة قوية ودعما لهذا التعاون التاريخي الذي ميز العلاقات المغربية الأمريكية العريقة. فالمغرب يعد الحليف الرئيسي لواشنطن خارج منظومة الناتو منذ حوالي 10 سنوات. هذه العلاقة ساهمت في توطيد شبكة التواصل الاستراتيجي سواء السياسي أو الاقتصادي بين الفاعلين بين البلدين، وقد زاد من هذا التعاون الالتزام الذي عبر عنه البيان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة إبان استقبال جلالة الملك بالبيت الأبيض من طرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما والاتفاق على استمرار التواصل الوثيق والمضي على درب التعاون المتين الذي من شأنه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن. الدورة الثانية إذن للحوار الاستراتيجي التي ستحتضنها الرباط يوم غد تشكل فرصة للرقي بالشراكة المتينة بين البلدين في جميع مجالات التعاون السياسية منها الاقتصادية الاجتماعية التربوية والثقافية بشكل يجعلها أكثر دينامية وفعالة وقائمة على أسس قوية.